السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7E نيوز من قناة الظفر، أهلا بكم. والبداية مع العناوين. بتوجيهات رئيس الدولة خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع السويحان السكني. قيس سعيد: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا. الأمين العام للأمم المتحدة يقترح رمزاً لمعالجة التضليل الخطير. تلك كانت العناوين، وإلى التفاصيل. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي مشروع السويحان السكني الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل بتكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم لتوفير 204 فيلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة السويحان. واستمع سموه خلال مراسم التدشين إلى شرح مفصل عن مواصفات البناء المعتمدة في المشروع ومزايا التصاميم الخارجية والداخلية، إضافة إلى مكونات نموذج الفلل وتفاصيله، والتي شيدت وفق أرقى المعايير وأحدث المواصفات لتلبية احتياجات الأسر المواطنة والارتقاء بجودة حياة المواطنين. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البحث عن صناع الأمل في العالم العربي لعام 2023 مع انطلاق الدورة الرابعة من مبادرة صناع الأمل. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في تويتر أن الأمل عنوان القوة ومحرك التغيير وسر التجديد. الأمل هو استبشار بالقادم واستمرار للعطاء واقتناص للفرص ومصدر لا ينضب لخير البشر. وقال سموه: ما زلنا نبحث عن صناع الأمل وفاعلي الخير لنكرمهم ونبرز نماذجهم ونستبشر بهم في مجتمعاتنا. عندما يتحدث الناس عن الصراعات واليأس والتشاؤم والسلبية في منطقتنا، نتحدث عن الأمل والعمل وعمل الخير والتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا. وهناك الآلاف من صناع الأمل في كل مدينة وقرية، لأن الخير موجود في كل مكان، ولكن يحتاج من يضعه تحت الضوء. نساء ورجال يمسحون دمعا، يضمدون جراحا، يرممون الأحزان ويغرسون بذور الفرح وبذور المستقبل في بلاد العرب. أي واحد عنده نخوة وعنده كرامة مش هيسيب أهله نايمين في الشارع بالمنظر ده. كل أمنيتهم سرير يناموا عليه. التعايش مع الناس والإحساس في ألمهم هو اللي يخلي الإنسان يبدع في تنفيذ المشاريع. العمل ما راح يوقف،
العمل ما راح يوقف. اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2023-2024. وقال سموه: يسعدنا الإعلان عن برنامج سباقات موسم 2023-2024 الذي نتطلع من خلاله إلى موسم ناجح لمدربي الخيل وملاكها وكافة المهتمين بالسباقات في جميع المضامير بالدولة. وأضاف سموه أن برنامج هذا الموسم يضم العديد من السباقات للخيول المحلية والدولية، سواء المهجنة أو العربية الأصيلة، حيث كان الحرص على أن يسخر الموسم بالنجاحات والإنجازات لكافة المشاركين انطلاقاً من يوم 28 أكتوبر المقبل. وأشار سموه إلى أن الموسم الماضي شهد تغييراً جذرياً وطفرة على كافة المستويات، وتطور خلاله نسق المنافسة، ما أظهر مدى الاحترافية التي تتميز بها السباقات في الدولة واستقطابها للمشاركين من كافة أنحاء العالم. وثمن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الجهود المتواصلة والمتميزة للشيخ راشد بن دلموك المكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل وأعضاء مجلس الإدارة والأندية والمضامير المنظمة للسباقات في الدولة وفرق العمل في الهيئة للارتقاء بسباقات الخيل وتحقيق الأهداف المنشودة. التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في قصر الرميلة السيد توبياس بيانكوني مدير عام الهيئة الدولية للمسرح التابعة لمنظمة اليونسكو بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. ورحب سموه بالوفد مؤكدا الاهتمام الذي توليه إمارة الفجيرة للفنون عامة وللمسرح خاصة، منوها بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع الثقافية التي تسهم في تطوير قطاع الثقافة والفنون في الدولة وتخدم رؤيتها المستقبلية في هذا المجال عالميا. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بجامعة ولنغتون بدبي فعاليات الملتقى الثالث لأندية التسامح بالكليات والجامعات، وذلك بحضور رؤساء ومديري أكثر من 20 جامعة إماراتية ودولية، إضافة إلى طلاب الجامعات المشاركين في المبادرة من 32 ناديا للتسامح تضمهم هذه الكليات والجامعات. ومن المنتظر أن يعلن الملتقى عن انضمام جامعات أخرى للمبادرة، إضافة على تكريم الجامعات الفائزة بدرع التسامح والطلاب المتميزين والفائزين بجوائز غاليريا التسامح. وقالت سعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش إن مبادرة أندية التسامح بالتعاون مع الكليات والجامعات الإماراتية والدولية ستظل واحدة من المبادرات والمشاريع الرائدة للوزارة لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في البيئات الجامعية والمدرسية وفي المجتمع بشكل عام. وأكدت أن أهداف مبادرة أندية التسامح التي تركز على تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقا من الجامعات تحظى برعاية مستمرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي يؤكد دائما أهمية تفعيل مواهب وقدرات الشباب والاستفادة من طاقات الطلاب في تعزيز رؤية الوزارة في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا رائدا للتسامح في العالم.
استقبل اللواء الركن صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة الفريق أول أنقوس كامبيل رئيس قوات الدفاع الأسترالي، وذلك في مقر وزارة الدفاع في أبوظبي. ورحب قائد العمليات المشتركة بالضيف مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين وما يشهده التعاون العسكري المشترك بينهما من تطور ونمو. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث واستعراض علاقات التعاون العسكري المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها. أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 51 طنا من الإمدادات الإغاثية والغذائية لمساعدة الآلاف من المتضررين من بركان مايون في إقليم ألباي في الفلبين، والذي تسبب في حدوث انهيارات أرضية وتدفقات للحمم البركانية ونزوح الآلاف من السكان معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وتعد استجابة دولة الإمارات السريعة لتقديم الدعم الإغاثي في إقليم ألباي في الفلبين أول استجابة دولية لدعم السكان المتضررين من البركان. وقال سعادة محمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين: يأتي إرسال المساعدات إلى الفلبين امتدادا للعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالفلبين في العديد من المجالات، وحرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على المساهمة في التخفيف من حدة الكوارث والأزمات الإنسانية التي تشهدها العديد من دول العالم، والتي تعكس قيم دولة الإمارات الراسخة نحو المساهمة في تعزيز الاستجابة الدولية في الأزمات والكوارث وتوفير المتطلبات الأساسية خاصة من المواد الغذائية التي تحتاجها الكثير من الفئات المتضررة من السكان، وتقديم الإغاثة العاجلة للدول في أوقات الحاجة. نشر رائد الفضاء سلطان النيادي أحدث صور له عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق قائلا: مع الزميلين فرانك روبيو وديمتري بيتيلين قمنا بفحص جودة الهواء في مركبة دراغون التي وصلت قبل أيام لنتأكد من أنها لم تتعرض لأي تلوث خلال الرحلة أو تسرب لغازات خطرة. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7A نيوز. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى قبل زيارة مزمعة لقادة أوروبيين قلقين بشأن عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فون دير لاين سيعرضون المساعدة خلال زيارة يقومون بها لتونس التي تواجه أزمة في المالية العامة. وذكر سعيد أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب: الحل لن يكون على حساب تونس، لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم. خفضت وكالة فيتش لتصنيف الانتمائي يوم الجمعة تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق السلبي، مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار أو انهيار مالية الدولة، مما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التحذير من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يجب ألا يحجب الضرر الخطير الذي تسببه بالفعل المنصات الرقمية المليئة بالمعلومات الخاطئة، حيث يقترح مدونة سلوك دولية لسلامة المعلومات على المنصات الرقمية. فقد أثار التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك روبوتات الدردشة ومولدات الصور وتكنولوجيا استنساخ الصوت قلقا عالميا بشأن قدرتها المذهلة على نشر الأكاذيب. ويقول غوتيريش إنه في حين أن أجراس الإنذار بشأن الذكاء الاصطناعي تصم الأذان، يجب ألا نصرف انتباهنا عن الضرر الذي تسببه التكنولوجيا الرقمية بالفعل لعالمنا. انتشار الكراهية والأكاذيب في الفضاء الرقمي يسبب ضررا عالميا خطيرا.
أما اقتصاديا، أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي عن مبادرة جديدة لتأسيس ودعم الشركات الرقمية في دبي وتوفير حزمة خدمات جديدة تدعم شركات التكنولوجيا والشركات الرقمية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعددة الجنسيات التي تخطط لتأسيس أعمالها في دبي. جاء الإعلان عن المنصة الهادفة إلى تأسيس الشركات الرقمية في دبي بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ومحمد علي راشد لوتا مدير عام غرف دبي وسعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة دييز وأمين راشد لوتا عضو مجلس إدارة دبي كومير سيتي وتم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات استثنائية للشركات الرقمية كما سيتم التعاون مع أكبر عدد من الشركاء خلال الفترة المقبلة لترسيخ منصة جاذبة لبدء وتأسيس الأعمال من دبي إلى حين إطلاق المنصة في سبتمبر المقبل. وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن المبادرة تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بترسيخ الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي من خلال مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة في غضون 10 أعوام. أما رياضيا، أوقات رائعة عاشها المشاركون في سباق العين أدفنتشر للسباحة والإكواثلون الذي نظمه مجلس أبو ظبي الرياضي في العين وسط أجواء تنافسية وندية مثيرة. نتابع مقتطفات من السباق في هذا الفيديو من مجلس أبو ظبي الرياضي. وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية. النشرة انتهت وهذا تذكير بالعناوين. بتوجيهات رئيس الدولة خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع سويحان السكني. قيس سعيد تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا. الأمين العام للأمم المتحدة يقترح رمزا لمعالجة التضليل الخطير. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز بأمان الله.